نحن الآن في أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة بني وهبة التابعة لمحافظة البيضاء. نلتقي هنا بالشيخ مبخوت الأحرق قائد المقاومة في مديرية العبدية. نحدثنا كيف تمت السيطرة على هذه المواقع ومدى التزام ميليشيا الحوثي والمخلوع بالهدنة المتفق عليها. مرحبا بك. حياك الله. كيف تمت اقتحام هذه المواقع؟ نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر لكم قدومكم إلى هذا المنطقة على بعد المسافة والمشقة، مشقة الطريق. فبحمد الله تم تطهير المواقع المطلة على مديرية العبدية في الهجوم الأول، وصولا يعني إلى التباب هذا. نعم، التباب اللي خلفنا، نعم، اللي هو قرن خرطوان، وصولا الى التبة المطلة. هذا المرحلة الاولى. المرحلة الثانية تم اقتحام هذا المواقع. هذه المواقع تابعة لمحافظة البيضاء. هذا المواقع احنا مشينا الان يعني من مدينة العبدية، دخلنا في محافظة البيضاء حوالي 15 كيلو انتم مشيتوا هذا. فهذا فضل من الله. هناك هدنة مفروضة الآن وملتزم بها جميع الأطراف قبل المحادثات التي ستجري في الكويت. ما مدى التزام ميليشيا الحوثي في بهذه الهدنة في هذه الجبهة؟ الحوثي تعلم كعادته لا يلتزموا بالهدنة. احنا من جانبنا التزمنا بالهدنة، فتفاجأنا انه خرق الهدنة. يعني المرة الأولى والمرة الثانية تم الرد عليه في المرة الثالثة، لكن دائما ولا يوفي بالعهود كما عهدنا. والمقاومة في حق الإسلام يعني تفتقر إلى الدعم، سواء من التحالف، سواء من قيادة المنطقة، قيادة المحافظة. نرجو دعم المقاومة الذي بذل جهد كبير حتى وصلا إلى هذا، دخولا في محافظة البيضاء. فبوصول الدعم ان شاء الله، ان شاء الله يتم تحرير البيضاء، تحرير العاصمه الصنعاء باذن الله تعالى. ان شاء الله. اذا كما ترون مشاهدينا الكرام، ابطال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه حققوا انتصارات كبيره واغلبها بجهود شخصيه وذاتيه. ايضا ميليشيا الحوثي والمخلوع دائما تقوم بخرق الهدنه في عده جبهات، وايضا في هذه الجبهه تم اختراق الهدنه. يقتصر دور الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه بالرد على مصادر النيران التزاما بالهدنه المفروضه حتى تاتي الاوامر من القياده العسكريه. زين العابدين بن علي، قناه سهيل، من منطقه الوهبيه التابعه لمحافظه البيضاء.